الهيستولوجيكال ستراكشر اوف الكيدني. الكيدني كلمه السر في الهيستولوجي بتاعها انها عباره عن جلاند. طالما هي جلاند يبقى تركيبها في الهيستولوجي زي اي جلاند، عباره عن ستروما وبارينج. اي ستروما في الدنيا عباره عن كبسول وترابيكولي وريتيكولار فايبرز. تعالوا نمسك حاجه حاجه نتكلم فيها. الكبسول قال لك عباره عن سين كولاجين فايبر، وكل كلمه ليها مدلولها. السين كولاجين فايبر ده متحوط بشويه فات من بره، وعليه من كون ان الكبسول سن تكون الترابيكولي مثلها سن، ومن كون ان هذا الكبسول اللي انا كنت محدده ده كولاجين فايبر فهو ترو كبسول، وهعتبر الفات اللي محوط الكولاجين فايبر ده فولس كبسول. الريتيكولار فايبرز عباره عن شويه فايبرز بتعمل سبورت للجلاند. كده نعتبر خلصنا الاستروما. البارينكيما بتتكون من حاجه كبيره اسمها يونينفراس تريبيولز. اليونينفراس تريبيولز دي جزئين، الجزء الاول نفرون والجزء الثاني كولكتنج داكت. نفرون وكولكتنج داكت. في سؤال هنا واحد ساله قال لي طب ليه ما اعتبرتهمش الاثنين حاجه واحده؟ طالما حاجتين مختلفتين عن بعض يبقى انا تفسيري ليها ان الامبريولوجي بتاعهم كان مختلف. كولكتنج داكت الامبريولوجي بتاعها مختلف عن النفرون، عشان كده اعتبرتهم حاجتين مع بعض وهم مجموعين مع بعض سميتهم يونينفراس تريبيول. والنفرون بيلحم مع الكولكتنج داكت اثناء الفيتوس. النفرون هقول معلومه صغيره عنه، ان النفرونات او الكليه عموما بتتكون من 1.2 مليون نفرون كليه الواحده. كل نفرون من هذه النفرونات مش بيتعاون مع النفرونات التانية، بمعنى ان كل كلية بتحتوي على 1.2 مليون كلية مصغرة. يعني لو نفرون غلط ورمى شوية امينو اسيد، رمى شوية جلوكوز في الكوليكتنج داكت، خلاص خلصت، النفرون التاني مش هيقدر يلحقه. طب ايه الحكمة في كده؟ الحكمة من كده ان لو كانت النفرونات بتتعاون مع بعض كان مجرد ما نفرون واحد يبوظ كان زمان باقي النفرونات كلها باظت. تعال نمسك اجزاء النفرون بقى نشوفها عشان نتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. الجزء ده بسميه رينال كورباسل، جزء مدور كده بسميه رينال كورباسل، هنتكلم عنها بالتفصيل. طلع من نهايه الرينال كورباسل انبوبه لفت قريبه من نهايه الرينال كورباسل. عايز حد يترجم قريبه؟ بروكسيمال لفت كونفوليوتنج انبوبه تريبيول، يبقى بروكسيمال كونفوليوتنج تريبيول. هذه الانبوبه عملت حلقه، حلقه يعني لوب، يعني نزلت وطلعت تاني. اللوب دي بيسمى النسبه المكتشفها لوب اوف هيلن. اللوب دي بتتكون من دراعين، ما اي حلقه دراعين، دراع نازل ودراع طالع. الدراع النازل ديسندنج ليمب، وبعدين طلع بقى اسندنج ليمب. الدراع اللي طالع ده ما كملش ان هو يطلع لفوق، لا راح جاي لف، واللفه بتاعته دي عمل انبوبه ملفوفه بعيده عن نهايه الرينال كورباسل، فهسميها ديستال كونفوليوتنج تريبيول. ديستال كونفوليوتنج تريبيول عدت على البطون الاحمر دول، دي حاجه اسمها الجلوميرولس هنتكلم عنها بالتفصيل، لافرنت وافرنت ارتريول، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل دلوقتي. لكن في حكمه من كونه انه عدى على الاثنين ارتريولز دول، عمل يعني عمل هنا حاجه مهمه جدا هنتكلم عنها. وبعدين الديستال كونفوليوتنج تريبيول بتصب في الكولكتنج داكت هي وباقي النفرونات، وكده نعتبر خلصنا البارينكيما. نقول انواع النفرونز اللي عندنا ايه. تايبس اوف النفرون، تايبس اوف النفرون، بص كده للنفرون ده وده وكل دولت يعني موجودين في هذه المنطقة. هذه المنطقة سميناها الكورتكس، على خلاف هذا النفرون. لو دي المضلة فالنفرون ده موجود في بداية المضلة وآخر الكورتكس، يعني هو النفرون المجاور للمضلة، أما ده النفرون الموجود في الكورتكس. تبع للسايت سميتهم كورتيكال، والمجاور يعني جاكستا مجاور للمضلة يبقى جاكستا ميدالاري نفرون.
ايه الفرق بينهم؟ ان ده بيمثل الكورتيكال 6 على 7 من النفرونات، اما الجاكستا مدلري صبع. تاني فرق بينهم ايه؟ اللوب اوف هينل زي ما انت شايف هنا، شورت لوب اوف هينل. طب ليه؟ لان مفيش سين اسندنج، الاسندنج مش موجوده هنا، ما كملش. اما النفرون الجاكستا مدلري عنده لونج لوب اوف هينل بينزل في المظله، ودي الفروقات بينهم ثلاثه، السايت والكميه بتاعتهم واللوب اوف هينل بتاعت مين طويله. اللي عند المظله اللوب اوف هينل بتاعته طويله، وبيحصل عنده حاجات مهمه جدا في الفسيولوجي. نتكلم على اجزاء النفرون بشيء من التفصيل. اول جزء عندي في النفرون اسمه الرينال كورباسل. ايه الرينال كورباسل دي؟ عايز اعرف عنها، تعرفها، السايت بتاعها، والشيب بتاعها ايه. تعرفها هي البلايند اند اوف النفرون، والشكل بتاعها هي عبارة عن سفيريكال مدورة اهي. السفيريكال شيب ده ليه قطبين. احنا قلنا نكمل لو فاكر معايا الرسمه، هنا كانت بدايه البرونكسمال كونفوليوتنج تريبيول، معنى كده ان انا هنا ماشي عندي يورين، وهنا قلت لك ده ارتري، وهنا برضو ارتري ارتريول. فمعنى كده لو انا عايز اسمي القطب اللي هنا، قلت لك انها ليها تو بولز، عايز حد يسمي لي القطب اللي هنا، القطب اللي موجود عنده اليورين، يبقى يورينري بول. اما القطب اللي هنا، القطب اللي عنده الافرنت والافرنت ارتريول يعني بلاد فيسل، فهسميه فاسكولار بول. هي تو بولز وهي سفيريكال ان شيب او راوند ان شيب، والكونتنت بتاعتها عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه الباومانز كبسول والجلوميريولاس، واخر حاجه خالص الميزانجيال سيلز. هنتكلم عن كل دول بالتفصيل. شوف اللي احنا قلناه اهي، موجوده الرينال كورباس اللي لازم تلاقيها، هي موجوده في الكورتكس، هي موجوده عند الكورتكس. ايه تاني؟ انها راوند ان شيب، واخر حاجه فيها انها ليها تو بولز. القطب الاولاني اهو بيبقى فيه اليورين، فهسميه يورينري بول. اما القطب الثاني فموجود عند الافرنت والافرنت ارتريول، فهسميه فاسكولار بول. طالع بالكلام تمام. تعال نخش على مكوناتها والكونتنت بتاعتها، انها سؤال النيوميريك مهم جدا. ثلاث حاجات، باومانز كبسول وجلوميريولاس وميزانجيال سيلز. نتكلم على الباومانز كبسول. الباومانز كبسول ايه دي بكل اختصار؟ الباومانز كبسول هي عباره عن تو لايرز وما بينهما سبيس. تو لاير، لاير بره ولاير جوه. بره بتبقى اسمها بارايتال اكسترنال لاير، واللاير دي اللي عامله الاوتر ليميت بتاع الرينال الكورباسل، دي موجود عندها هنا بقى الكبسول والريتيكولار فايبرز والكلام ده. وهي عباره عن ايه؟ عايز حد شايف الرسمه يقول لي الميثيليوم هنا ايه؟ سيمبل سكويموس ابيثيليوم. تمام. الطبقه الثانيه ان كانت دي بارايتال فلا بد الطبقه الداخليه يكون اسمها فيسترال. الفيسترال لاير دي هي عباره عن موديفايد ابيثيليوم. موديفايد ابيثيليوم ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل حالا. الموديفايد ابيثيليوم ده بينه وبين البارايتال لاير سبيس، عايز حد يسميهولي السبيس اللي فيه اليورين، يبقى يورينري سبيس. اليورين سبيس ده اللي بيستقبل البلازما الفلتريتد وينزلها كيورين. طبعا الكلام تمام. تعال بقى نشوف ايه قصه الابيثيليوم الموديفايد ده عباره عن ايه. الموديفايد ابيثيليوم ده عباره عن خلايا اسمها بودو سايت. بودو يعني ساق، وسايتس يعني خلايا، يعني الخلايا القدميه. عايز تعرف فيها ايه؟ الخلايا القدميه دي عباره عن جسم، جسم بتاعك بينزل منه ايه؟ تو ليجز. تو ليجز بتنتهي بتو فودز. التو فودز دي بيطلع منها التو فودز اللي انت بتنتهي بيهم رجليك، بيبقى منهم الصوابع. بالظبط الخليه دي بالظبط زي ما انا وصفتها لك، ليها جسم طلع منها رجل كبيره، وبعدين الرجل الكبيره دي طلع منها اقدام صغيره انتهت بانتفاخات. جسم طلع منه رجل، الرجل دي هنسميها برايمري بروسيس، اللي هو البروسيس الاولاني اللي طلع من جسم الخليه. البرايمري بروسيس ده نزل منه بروسيس ثانيه بسميها سكندري بروسيس. اهي دي السكندري بروسيس. السكندري بروسيس دي انتهت بانتفاخات تشبه الاقدام، بسميها بيديكلز او الاند فودز. وهنا رجعت تسميتها البودوسايت بسبب انتهائها بهذه البيديكلز. ما تيجي نوصف الكلام ده كده،
عايز حد كده كان مركز معايا وفاهم، اللي نايم يصحى شويه وبعدين ينام تاني. شوف السؤال بتاع البودوسايت ده سؤال نظري مهم جدا. ادي النيوكليوس، هنوصف بقى الاي ام بتاع السيل بادي. في نيوكليوس اهو، في جولجي، في مايكروفيلامنت، في شويه ميتوكوندريا وشويه ريبوسوم. انا ما قلتش حاجه، انا الرسمه كبرتها عندي ووصفت. انا شفت ايه؟ شفت ريبوسومز وجولجي ونيوكليوس ومايتوكوندريا ومايكروفيلامنت، تمام. طلع منها بروسيس، البروسيس والسيل بادي. ايه اللي موجود تحت هنا ده؟ اهو بص، الموجود تحت الخلايا على طول الجلوميريوس. هل الخلايا دي البادي والبرايمري بروسيس لمس الجلوميريوس؟ لا، ما لمس الجلوميريوس، مفصول بينه وبين الجلوميريوس بسبيس، السبيس اللي تحت البودوسايت، يبقى السبودوسيتيك سبيس، تمام. السبودوسيتيك سبيس ده بيفصل السيل بادي والبرايمري بروسيس عن الجلوميريوس. السكندري بروسيسز بينتهي ببيديكلز. عايزين نشوف الوضع. خلي بالك ان لو كبرنا هنا، بص الكابيلاري دي، الكابيلاري دي مش عندها بيديكل واحده من بودوسايت واحده، لا، مقابل ليها اتنين. ادي دي لو قلنا دي كابيلاري وده البيزمنت ميمبرين بتاع الجلوميرولس هنقوله دلوقتي، وادي بيديكلز من بودوسايت وادي بيديكلز من التاني. فمش شرط الكابيلاري يبقى مقابل ليها واحد، وده بالمنطق برضو، لان عندي البودوسايت موجوده في الوضع ده كده بالظبط. بص معايا الايد دي، لو افترضنا ان دراعي ده بودوسايت، الدراع التاني دي بودوسايت تاني، ودي السكندري بروسيس زي. بص السكندري بروسيس بينهم ايه؟ موجودين. لو انت دخلت ايدك من بعض هتلاقيهم بالظبط، صباع موازي صباع، صباع موازي صباع، موجودين في وضع الترانيتف. نتج عن هذا الالترانيتف الشيب اللي هم واخدينه وجود فتحات صغيره بين البيديكلز وبعضها البعض. الفتحات الصغيره دي شوفها اوضح في الرسمه دي اهو، ادي صباع موازي لبيديكلز من بودوسايت تانية، يعني صباع في ايد اليمين مثلا موازي لصباعي اللي في ايد الشمال، وصباع اللي في ايد الشمال برضه موازي لصباعي اللي في ايد اليمين. لو اعتبرنا دي بيديكلز ودي بيديكلز ودي بيديكلز من بودوسايت تانية، موجودين في وضع الترانيتف متوازي. نتج عن هذا الوضع وجود فتحات، ادي الفتحه الاولى اهي والفتحه الثانيه برضه اهي. الفتحات دي بسميها سليتس، الفتحات دي بتبقى متغطيه بدايفرام وبتلعب دور مهم في الفلتريشن. كده نعتبر خلصنا البودو سايت. اقتنع بيها؟ هي عباره عن ايه؟ نقولها تاني كده على السريع، سيل بادي وبرايمري بروسيس. البرايمري بروسيس نزل منه سكندري بروسيسز. سكندري بروسيسز دي بتنتهي بحاجات اسمها بيديكلز. البيديكلز دي متصله او مفصوله بعضها البعض بفلتريشن سليتس. الفلتريشن سليتس دي مغطاه بدايفرام. اقتنع بالكلام هنا؟ تمام. وقلنا برضو نجيب الرسمه بس اهو، ان البودوسايت والبرايمري بروسيس الجسم بتاعها مش بيلامس الجلوميرولس، مفصوله على بعض بسب بودوسيتيك سبيس. نخش على الحاجه الثانيه في الباوم، في الرينال كورباسل بعد الباومنز كابسول، الا وهي الجلوميرولس. الجلوميرولس تبقى واخده شكل الكاس، او ساعات بيقولوا شكل البصره. شكل الكاس ده فيه حكمة مهمة جدا، انما اي ارتريول بيخش كابيلري يطلع لي في اليون. اما هنا من حكمة ربنا انه خرج لي ارتريول، ما انا محتاج الريزيستنس بتاعت الارتري هنا بالذات في هذا المكان فقط، اول واخر مكان هتسمع عن كابيلري متصلة بتو ارتريولز. المكان الوحيد عمرك سمعت عن كابيلري متصلة ارتريول وبتودي الارتريول، انا سمعت عن الجلوميرولس كابيلاري اهي. الجلوميرولس كابيلاري دي الافرنت ارتريول بيعمل برايمري كابيلاري وبعدين بيدي الجلوميرولس كابيلاري وبعدين بيدي الايفرنت ارتريول. طب ليه ادي ايفرنت ارتريول؟ زي ما قلت اهم حاجه والسبب الاساسي ان انا محتاج الريزيستنس بتاعه الارتريول عشان اقدر اتحكم في كميه الفلتريشن اللي هيخش للتريبيولز اللي انا عايزها. السبب الثاني ان اصلا الدم اللي داخل الكيدني بيبقى دم مش كويس او عايز يتنظف، ما هو داخل الكدني عشان يتنظف، الكدني مش واخدها لنفسها، فالدم بيطلع انظف من الدم اللي داخل، فبرضه بيبقى الدم اللي فيه نقي، ف
فبيبقى ارتريول. السبب الاهم ان بسبب وجود الريزيستنس في الافرنت ارتريول، ده اللي خلاه ارتري عشان انا محتاجه عشان الفلتريشن. طيب ايه مهمه الجلوميرولس ده؟ طبعا متبطن زي اي بلاد كابيلاري باندوثيليوم. ايه مهمه الاندوثيليوم اللي مبطن الكابيلاري دي؟ انه بيساعد في الفلتريشن. ما هو خلي بالك انا عشان اعمل فلتريشن مش عايز اعدي الحاجات كلها، يعني وجود الار بي سيز في اليونت دي مشكله انا مش عايز اعديها، يبقى اكيد في بارير موجود هنتكلم عنه هو اللي دور في هنا. فدور الاندوثيليوم، الاندوثيليوم اللي بيمنع الار بي سيز اللي هي الخلايا اللي بتبقى اكبر من 90 نانومتر. فكده نعتبر خلصنا اول عنوان في الجلوميرولس اللي هو الستراكشر والشيب بتاعه. هذا الجلوميرولس ليه بيزمنت ممبرين، وانا هنا غلطت، سامع واحد صحح لي بيقول لي 6 بيزمنت ممبرين، واحد تاني صحح قال لي ذا 6 بيزمنت ممبرين، دي الاجابه الصح. مش اي بيزمنت ممبرين موجود هنا، ده 6 بيزمنت ممبرين. الستكست بيزمنت ممبرين هو زي اي بيزمنت ممبرين باي لامينر لاير، بس حصل شويه تغيرات بسيطه بس كده عايزين نشوفها كده. لو قلنا دي اول لامينه وهي فاتحه يبقى هسميها لامينا اليوسيدنت، وهي ناحيه الجلوميرولس تبقى لامينا اليوسيدنت انترنا. احنا لينا رسمه للكدني، كل الكدني كلها هتيجي في رسمه واحده، نبقى نشوفها في الاخر. قلنا دي ده فتحة وتبقى ناحية الجلوميرولس فهسميها لامينا ليوسيدنت، ودي طبقة وغامقة فهسميها لامينا دينسا، ودي طبقة فتحة وموجودة برة عن الجلوميرولس فهسميها لامينا ليوسيدنت اكسترنا. حب يقول لك بس هنغير شوية في الأسامي، بدل ما أقول لامينا ليوسيدنت هسميها لامينا رارا، ورارا برضو يعني فتحة. فانا عندي تو لامينا رارا، واحده انترنا وواحده اكسترنا وبينهم طبقه غامقه. كل طبقه من دول هو طبعا ثلاث طبقات، كل طبقه من دول عايز اعرف ايه فايدتها وهي مهمه ليه. قال لك اللامينا رارا فيها ماده نيجاتيف هيبارين صلفيت، وهنا طالب ذكي عارف انا عايز اوصل لايه. ان كنت منعت من البلاد الخلايا بتاعته فبقال دلوقتي البلازما، والبلازما بتحتوي مش ميه بس، البلازما فيها بروتينات، انا عايز ما اوصلش البروتينات دي لليورين، فلازم البروتينات معروف ان التشارج بتاعتها بتبقى نيجاتيف، فانا محتاج ماده نيجاتيف في الممبرين ده علشان امنع دخول البروتين لليورين. بيعدي بس بكميه ضئيله جدا، هي ماده الهيبارين صلفيت. طبعا هنا من حكمه ربنا يمكن لو حد عنده مالتيبل مايلوما، مالتيبل مايلوما ده مرض بيخليك تفقد، شوف نعمه انت يمكن مش حاسس بيها، النيجاتيف تشارج بتاع البيزمنت ميمبرين. معنى انك فقدت النيجاتيف تشارج بتاع البيزمنت ميمبرين يبقى البروتين عندك هينزل في اليونت. شفت النعمه دي عظيمه ازاي؟ طب افرض انا محتاج حاجه ثانيه برضو علشان امنع البروتين، حاجه تخينه بقى، اللامينا دينسا فيها كولاجين فايبر تايب 4. نسهل مع بعض اماكن الكولاجين ازاي. بون، بون لو انت لاحظت فيها كلمه 1 بي او ان اي، او ان اي 1، فالكولاجين الموجود في البون هو كولاجين تايب 1. اما كولاجين تايب 2 موجود في الكارترج، تيجي نحرف مع بعض النطق كده، انت كار 2 ليش، خلي بالك من 2 كارتولج تبقى في التو، يبقى الكولاجين اللي فيها تايب 2. تايب 3 موجود في اماكن كتيره، اما التايب 4 موجود في الفلور، واحنا هنا في فلور في بيزمنت ممبرين فموجود فيها كولاجين تايب 4. طب ممكن في واحد قال لي ممكن تقول لي بطريقه ثانيه برضو عشان اسهل، دي انا عايز دي بس مش عايزين التاني، ده كان في اولى. الثانيه بتيجي بطريقه سهله جدا، ان انا لامينا دنسا ادي ده الحرف الرابع فهيبقى فيها كولاجين تايب 4. مقتنع بالكلام؟ تمام. ايه مهمه البيزمنت ممبرين؟ انه بيعمل بارير للبلازما بروتين، مهمه جدا بارير للبلازما بروتين. بيزمنت ممبرين سؤال مهم جدا، بيعمل بارير للبلازما بروتين لكونه بيحتوي على الكولاجين السميك كولاجين تايب 4،
ولكونه يحتوي على الهيبارين صلفيت في الرارة اللي هي عبارة عن نيجاتيف تشارج، مادة ليها نيجاتيف تشارج، فهتتلافر مع البلازما بروتين. قبل ما نقول البارير نقول الميزانجيال سيلز. كلمة ميزو أي بين، ميزانجيال سيلز يعني هي خلايا بين حاجتين. الميزانجيال سيلز دي، بص معانا الحاجات الزرقاء اللي هنا دي، الميزانجيال سيلز دي هي الخلايا الموجودة دي، موجودة بين الجدران بتاعة الكابيلاري. وطالما هي موجودة في بين الجدران بتاع الكابيلاري فهي عاملة لنفسها شيز. الشيز ده بيبقى بين اتنين كابيلاري، وهي في الشيب بتاعها. تعالى نشوف بقيت على وينها، انا عايز اعرف ايه فيها، عايز اعرف ايه الشيب بتاعتها وايه الفانكشن بتاعتها، وليها ان بي صغيره كده بعد ما قلت السايت سايت وان سايت وفانكشن نظري مهم اس مليون. ميزانجيال سيلز دي مهمه جدا وهتيجي في الامتحان. ميزانجيال سيلز لازم ابقى عارف السايت بتاعها والفانكشن بتاعتها مهمه جدا. السايت بتاعها موجوده بين التو كابيلاريز او تو او مور ادهيرنت كابيلاريز، عامله نفسها شيز بالفيوزد ممبرين بتاع الكابيلاريز دي. هي ميزانجيال، ميزو يعني باينه، الخلايا البينيه يعني موجوده بين حاجتين. السيتوبلازم تعالى نوصف كده ال ام بتاعها. زي ما انت شايف الخلايا دي هي برانشد اهي، وطالما هي برانشد يعني عايز اقول البروسيس اللي هي ايه، ليها شورت بروسيسز. الشورت بروسيسز دي السيتوبلازم بتاع الخليه بيبقى بيزوفيليك سيتوبلازم. الفانكشن بتاعتها غير انها بتعمل سبورت، فهنقول هذه الخليه بنجمع الاكشن بتاعها في كلمه مقر. تعال نشوف ايه المقر ده. اول حاجه كونها حرف الام ماكروفاج، لانها موجوده في البيزل لامينا، فاي ماده بتدخل هي يعني تعتبر الاميونيتي، جهاز الاميونيتي بتاع الكيد. خلايا كده الماكروفاج. السي انها كونتراكتايل، بتتحكم في السيرفيس اريا زي موجوده في الفسيولوجي، وبذلك بكونها تتحكم في السيرفيس اريا فبتتحكم في الفلتريشن. راجع العوامل المتحكمه في الفلتريشن في الفسيولوجي وتفهم كويس قوي الجزء ده. اخر حاجه في المقر الار انها بتعمل رينيوال للبيزمنت ممبرين. ميزانجيال سيلز سايت وفانكشن نظري مهم اس مليون. ليه؟ لانها سهله، موجوده بين اتنين كابيلاريز او اكتر، والفانكشن بتاعتها جمعناها في كلمه مقر للتسهيل، ام ماكروفاج، وسي انها ليها دور في الكونتراكتايل فانكشن فبتتحكم في الرينال بلاد فلو والجلوميرال فلتريتنج ريت. راجع الفسيولوجي في النقطه دي. واخر حاجه خالص انها بتعمل رينيوال للبيزمنت ممبرين. تعالى بقى نشوف ايه قصه البلاد رينال بارير. اي بارير ببقى عايز منه ايه؟ ببقى عايز منه الاستراكشر بتاعه والديفينيشن وهو الفانكشن بتاعته ايه. تعالى نتكلم عنه بالتفصيل. ايه اللي موجود هنا؟ بلاد اهو. وايه اللي موجود هنا؟ اليورينري سبيس. فانا عايز اعرفه هو البارير اللي بيفصل البلاد اللي موجود في الجلوميرولس عن اليورين الموجود في اليورينري سبيس، او بيفصله عن، بيفصل البلاد الموجود في الجلوميرولس عن اليورينري سبيس على طول. اي بلاد انت عندك فيه ثوابت، طالما انا قلت بلاد يبقى لازم اجيب سيره الاندوثيليوم، ما انا مش حاطه كده اي كلام. طالما هو موجود قلت سكت سيره البلاد يبقى هجيب سيره الاندوثيليوم بتاع الممبرين. وفي بيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولس لازم اجيب سيرته. واخر حاجه خالص الحاجه اللي بتفصل البيديكلز عن بعضها البعض، السليتس، الاستراكشر بتاعه هو سور، والسور لازم اجيب فيه حاجتين اساسيتين. اول حاجه الاندوثيليوم ده اساسي معاك في اي بارير، والبيزمنت ممبرين اللي فوقه اساسي معاك في اي بارير. الحاجه اللي بتبقى فوقهم انت بتهلفها بقى على حسب الخليه اللي بتتكلم عنها ايه، سواء بقى كان في البلاد اير بارير او سواء هنا بقى هنقول اللي فوق الحاجتين دول الاندوثيليوم والبيزمنت ممبرين هو الفلتريشن سليتس. تمام، يبقى نقول الاستراكشر
والديفينيشن فانكشن سؤال بلاد رينال بارير مهم برضه. ايه هو؟ عبارة عن البارير اللي بيفصل البلاد الموجود في الجلوميرولاس عن اليوريناري سبيس مكوناته. اي بارير طالما انا جبت سيرة البلاد يبقى لازم اجيب سيرة الاندوثيليوم بتاعه، ما انا مش جايب الراجل منظره. رقم اتنين هجيب سيرة البيزمنت ممبرين. الحاجتين دولت اساسياتين في اي بارير. اللي فوقهم بقى بيبقى على حسب انت بتتكلم على بارير ايه. طالما رينال يبقى الحاجة الوحيدة المتاحة ليك انك تقول فلتريشن سليتس. الاندوثيليوم هنا بيبقى فلستريتد، اما السليتس بتبقى مغطاة بدايفرام. تعال نقول الفانكشن. الفانكشن انه بيسمح انه يعدي المواد دقيقة جدا، وبيمنع مرور المواد الكبيرة. المواد الكبيرة دي اللي هي ايه؟ المواد الكبيرة دي اللي هي البروتين والار بي سيز. نقول الفانكشن دور كل واحد بقى بشيء من التفصيل. الجلوميرولس او الاندوثيليوم بتاع الجلوميرولس بيمنع مرور الار بي سيز. ليه؟ عشان هو حجمه بيتراوح من 70 ل 90 نانومتر، عشان كده بيمنع مرور الار بي سيز اللي حجمها اكبر من 90. رقم 2 البيزمنت ممبرين، كونه بيحتوي على كولاجين فايبرز حاجه سميكه هتمنع مرور البروتين، كونه يحتوي على الهيبارين صلفيت في اللامينا رارا هي نيجاتيف تشارج والبروتين نيجاتيف تشارج فهيحصل تنافر بينهم. اما الفلتريشن سليتس فدي بتمنع مرور مواد دقيقه جدا، يعني بتعدي الميه وشويه الكترولايت على حسب التشارج والحاجات بتاعتهم. سؤال بلاد رينال بارير سؤال نظري مهم. اسالف كده يعتبر خلصنا جزء كبير جدا من شابتر اليورينري. نكمل المره القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.